to my heart now, boy. I know you're something that I'll enjoy. Move a little bit closer now. To some place where there ain't no crowd. So I wanna get to know you. واش الرجال كالعادة معاكم سفير كيلميني اللي قال شي لعيبة مرحبا بغيت شي 530 بغيت شي جيس بغيت شي زيد مين كنتحدى أي زيد مين في المغرب حاليا أجي وريهم بياسة أجي معايا أخويا هاي لا ضربتيني بهاد الموطور أي زيد مين في المغرب لا ضربتيني بهاد الموطور حلالا طيبة عليك وتليفونات والهضرة الخاوية ما حنا نديرو بها وال 530 هاي 530 واش كيلي ميني هاي البياسة اجي نعاودو انا ونشد لاطراس فلي بياسة فلي بياسة ماشي فلي بياسة ها البياسة هاي ها البياسة الله يبارك يا سعد سير 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 السلام عليكم كالعادة معاكم سفيان الكيلي ميني كنتحدى مو السيكار ولد السباشة المعروف بالمينو ميدي قطاراني كنتحدى من الاخر كان شي حاجة نمرة عنده عيا طيا يبان عندي هنايا هاهي الفلوس وهاهي 530 الإخوان بينوا ليا قلت شي عيب واش قلت شي عيب لاش كتسبوني كان شي حاجة بنادم عيط لاش تمرقين في التليفونات بنادم شي عيط كيتمرقن هاهي الفلوس هاهي البياسة إلى سفيان الكيلميني لقد أكثرت علينا من التحديات من عبد الهادي إلى سفيان الكيلميني لو رغبت التحدي الحقيقي دراجة عادية ساركبها وانت غتكون على دراجتك اللي اخترتي انت 400 متر امامنا الغابه غابه من الغابات الكبرى في المغرب ساعه الدخول الى الغابه عندك ساعه ونص ما تغادرش الغابه اذا غادرتيها من اي ناحيه تلقى في وسط الغابه السلام عليكم معكم معاد والدوحه سيدي موم كنت حدس فيا كيلميني كيتلقى عندنا بديك الطي ماكس اللي عنده هاي البياسه اللهم بارك شاع هاي سبريت الماكينة 720 ها انت كنت عفوت في الطريق حفرانات على القرص ها شا شا الله مبارك الله مبارك الله مبارك كنت حتى غرب طاروش غرب طاروش بغسف مشيو معاه من كازا شي الاكاد بالنسبة لخوت القناة الثانية اللي ما تنساوش انكم تشتركوا فيها وعلى انستغرام القناة الثانية بدي القناة الدنيا مختصة للرياضة